السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى الخامس، أتمنى أن تكونوا بألف خير. درس اليوم التناسبية 3، السرعة المتوسطة. أهداف درسنا لهذا اليوم تعرف السرعة المتوسطة وتوظيفها في حل المسائل. إذن سنتعرف اليوم على ما هي السرعة المتوسطة وكيف سنوظفها في حل مسائل تتعلق بالسرعة المتوسطة والمسافة وكذلك المدة الزمنية. سنعرف السرعة المتوسطة. إذن السرعة المتوسطة هي متوسط السرعة لجسم ما، أي معدل حركته أثناء مدة زمنية معينة، وتقاس بالكيلومتر باغ أور أو بالمتر باغ سكوند. إذن يعني الكيلومتر في الساعة أو بالمتر في الثانية. إذن هذه هي الوحدة التي تقاس بها السرعة المتوسطة. مثلا متوسط سرعة سيارة قطعت 60 كيلومتر خلال ساعة هو 60 كيلومتر في الساعة. إذن سنتعرف الآن على أنشطة ستقربنا من مفهوم السرعة المتوسطة. النشاط الأول، تمثل معطيات الجدول رحلة قامت بها عائلة من مدينة طنجة إلى مدينة الدار البيضاء على متن سيارة. السؤال الأول، حدد معامل التناسب. السؤال الثاني، أتمم الجدول بما يناسب. إذا لدينا هنا في الجدول مدة زمنية بالساعات والمسافة بالكيلومتر. السؤال الثالث، ما هي المسافة التي قطعتها هذه السيارة خلال ساعة واحدة؟ السؤال الرابع، ماذا تلاحظ؟ إذن هذا النشاط سيقربنا من معنى السرعة المتوسطة وكيف نقوم بحساب السرعة المتوسطة وكذلك المسافة المقطوعة والمدة الزمنية. إذن تابعوا معي تصحيح النشاط الأول. سنصحح الآن النشاط الأول. لدينا الجدول به المدة الزمنية بالساعات والمسافة بالكيلومتر. إذن المدة الزمنية بالساعات ساعتان 3 ساعات، والمسافة بالكيلومتر بالنسبة لساعتان لا نعلم كم هي المسافة التي قطعتها السيارة بالكيلومتر، وبالنسبة ل3 ساعات قطعت السيارة 210، وبالنسبة للمسافة 280 لا نعلم المدة الزمنية التي استغرقتها السيارة لقطع هذه المسافة. إذن السؤال الأول كان هو ما هو معامل التناسب؟ هل لازلتم تتذكرون كيف نقوم بحساب معامل التناسب؟ أجل، نقوم بقسمة عدد السطر الثاني على عدد السطر الأول، أو أينما كان العدد الأكبر على العدد الأصغر. إذن بالنسبة للخانتين المملوءتين 3 و210، وسنقوم بقسمة 210 على 3. إذن إذا قمنا بقسمة 210 كيلومتر على 3 ساعات سنحصل على 70. إذن معامل التناسب هو 70. لاحظوا جيدا، لقد اعتبرنا أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني، لذلك نبحث عن معامل التناسب. إذن معامل التناسب هنا هو 70. سنمر إلى السؤال الثاني، سنتمم الجدول. بما أننا حصلنا على معامل التناسب، إذن كيف سنتمم الخانات الفارغة؟ إذن لدينا ساعتان والخانة التي تقابلها أي المسافة بالكيلومتر لا نعلم كيف سنجدها. إذن هل لازلتم تتذكرون؟ أجل، سنقوم بضرب 2 في 70 وسنحصل على 140. إذن لكي ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني سنضرب في معامل التناسب، وإذا أردنا الانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول سنقوم أجل بالقسمة على 70. إذن 280 قسمة 70 تساوي 4. إذن لقد قمنا بملء وإتمام الجدول. سننتقل إلى السؤال الثالث، المسافة التي قطعتها هذه السيارة خلال ساعة واحدة. لدينا هنا المسافة التي قطعتها هذه السيارة في ساعتين. إذن هل ممكن أن نجد المسافة التي قطعتها في ساعة واحدة؟ أجل، سنقوم بقسمة 140 على 2 وسنحصل على 70 كيلومتر.
إذن 70 كيلومتر هي المسافة التي قطعتها هذه السيارة خلال ساعة واحدة. إذن ماذا تلاحظون؟ لدينا معامل التناسب هو 70، والمسافة التي قطعتها هذه السيارة خلال ساعة واحدة هي 70. إذن معامل التناسب يساوي المسافة التي قطعتها هذه السيارة خلال ساعة واحدة. إذن معامل التناسب هو نفسه المسافة التي قطعتها السيارة خلال ساعة واحدة، وهذا ما يسمى بالسرعة المتوسطة. إذن نحصل على السرعة المتوسطة بقسمة المسافة على المدة. إذن بالنسبة لسيارة، السيارة تغير سرعتها، إذن لا تكون يعني لا تستقر على سرعة واحدة خلال المدة التي تسير فيها على الطريق. ولكن عندما نتكلم عن السرعة المتوسطة نقصد بها المسافة التي قطعتها هذه السيارة على المدة الزمنية التي استغرقتها. إذن دائما لكي نجد السرعة المتوسطة نقوم بقسمة المسافة المقطوعة بالكيلومتر أو بالمتر على المدة الزمنية. ولكن انتبهوا جيدا إلى عندما نقوم بقسمة المسافة على المدة، إذا كانت المسافة بالكيلومتر يجب أن تكون المدة بالساعات، وإذا كانت المسافة بالمتر يجب أن تكون المدة بالثواني. إذن السرعة المتوسطة هي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية، أي المسافة التي قطعتها هذه السيارة أو الشاحنة، قطار، طائرة، إذن على المدة الزمنية التي استغرقتها. نعني بعلى يعني قسمة المدة الزمنية، ونعبر عنها بالعلاقة التالية: V est égal D sur T، بحيث V ça veut dire vitesse، D la distance et T le temps. يعني السرعة تساوي المسافة، la distance على المدة، le temps. إذن V هي السرعة المتوسطة، D هي المسافة، و T هي المدة. إذن لكي نجد السرعة المتوسطة أو لكي نحسب السرعة المتوسطة نقوم بقسمة المسافة المقطوعة على المدة الزمنية التي استغرقتها في لقطع المسافة. إذن انطلاقا من النشاط الأول وجدنا أن معامل التناسب هو السرعة المتوسطة، بحيث المسافة المقطوعة D تمثل أعداد السطر الأول، والمدة المستغرقة تمثل أعداد السطر الثاني. إذا لاحظوا معي جيدا هذا الجدول، هذا الجدول سيمكننا من معرفة العلاقة الموجودة ما بين المسافة والمدة والسرعة. إذا لكي نقوم بحساب السرعة المتوسطة سنقوم بقسمة المسافة على المدة. وإذا أردنا أن نحسب المسافة المقطوعة، إذن وجدنا في مسألة لدينا مدة المستغرقة ولدينا السرعة المتوسطة وليس لدينا المسافة المقطوعة، وكان السؤال هو أوجد المسافة المقطوعة، ماذا سنفعل؟ لاحظوا جيدا، إذن الجدول يبين كيف سنقوم بحساب المسافة المقطوعة ويسهل علينا حفظ هذه القواعد. إذن لكي نجد المسافة المقطوعة سنقوم بضرب السرعة المتوسطة في المدة الزمنية أو المدة الزمنية في السرعة، نعلم جميعا أن الضرب تبادلي. إذن لكي نجد المسافة المقطوعة نضرب المدة الزمنية في السرعة. إذن لاحظوا جيدا السهم، لكي نجد المسافة المقطوعة إذن نمر من المدة الزمنية ونضربها في السرعة المتوسطة. إذن سؤال آخر، إذا أردنا أن نجد المدة المستغرقة، لدينا المسافة المقطوعة ولدينا السرعة المتوسطة، والسؤال كان أوجد المدة المستغرقة، ماذا سنفعل؟ لاحظوا جيدا الجدول، أجل سنقوم بقسمة المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة. إذا لاحظوا جيدا السهم، المسافة المقطوعة قسمة السرعة المتوسطة سنجد المدة الزمنية. إذن هذه هي القواعد الثلاث المهمة في هذا الدرس. ولا ننسى أن عندما نقوم بقسمة
المسافة على المدة. بالنسبة للسرعة المتوسطة يجب أن نراعي الوحدة. إذا كما سبق وأن أشرت، إذا كانت المسافة بالكيلومتر يجب أن تكون المدة بالساعات، وإذا كانت المسافة بالمتر يجب أن تكون المدة بالثواني. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.